قدرتي يا محتالة تخدعي الكل، وهلأ عم تحاولي تسيطري على ولادي فوقها؟ يا ريت تتركيهم بحالهم أحسن بيكون. أنا كنت عم بلعب، أنا ما تأذيت أبداً، عم بمزح معك. ماما راحت، خلينا نكمل. يلا. لا، ما بدي ألعب معكم، بلكي صار لكم شي وأنتوا عم تلعبوا. الله يخليكي، خلينا نكمل لعب. راحت معنا. الله يخليكي، العبي معنا. شان الله، خلينا نلعب. طيب ماشي، بس مو هاي اللعبة، خلونا نلعب لعبة تانية. نلعب طمامة، شو رأيك؟ وأول واحد رح نغمض له عيونه هو أنتي، بدك تحاولي تمسكينا. وينك؟ عطيها الربطة. يلا. طيب ماشي. خالتي بلغش، هدول كم اصبع؟ ما عم شوف. انا هون، انا هون. تعي مسكيني. لكني هون، لكني هون. مسكيني، مسكيني. هون هون. قربي قربي قربي. اليمين على اليمين. بونتي. ما رح تقدري. لهون لهون. لا آرتي، جرح صغير مو أكثر، بيطيب بسرعة. مو صغير بنوب، تعال لحط لك عليه دواء. أنت منيحة؟ إيه منيحة، تعال. تعرفي؟ جرح العمة بيطيب إذا بستي له إيده، وبتشوفي لح يطيب بسرعة. هيك يعني. يلا بقى يا أولاد، روحوا من هون والعبوا بعيد. يلا روحوا، يلا. يلا يلا أمشي. هدول الأولاد ما بيعرفوا شو بيحكوا. أنا فايت غسلها. شوف، بترجاك لا تتضايق من يلي رح أقوله، كنت بس بدي أعرف إذا شغلك ماشي منيح وإذا أنت مرتاح ولا لا. يعني يلي شاغلني إنك أخذت مكتب كبير مثل هاد، واستأجرت سيارات كتير كمان، صار في عندك مصروف كبير. بدي أسألك، شغلك ماشي منيح ما؟ ها
هذا الشيء اللي أنا ما بحبه. يا جماعة انتو ما بتثقوا فيني ولا بشغلة صغيرة. انتو مفكرين انه أنا ما بفهم بشي وما بيطلع بإيدي شي بهي الحياة. بس الشغل يلي أنا عم ساويه عم يشتغلوا برغبتي الشخصية وبإرادتي. وشغلي هذا ماشي منيح كمان، بس انتو كلكم ما عم تفهموا علي بالمرة، والله بيعلم بشو عم تفكروا. اسمعني، أنا مو هاد يلي قصدته. لكن شو قصدك من هالحكي؟ أنا بدي كبر شغلي آلكا. أنا عم وسع شغلي، أنا عم حاول قد ما بقدر خليكم مبسوطين، لكن ليش عم انسأل هاي الأسئلة ولا شو؟ عن جد أنا ما عدت أفهم أنتو بالأخير شو بدكن، بس بترجاكن قولوا. مو هيك كان قصدي، بترجاك صدقني، القصة مو متل ما أناك مفكر، أنا عم أحكي من قلقي عليك، مشان هيك هلأ سألتك. آلكا قبل كل شي لبقى تفكري كتير بهالموضوع، وبدل ما تشكي فيني حضرتك، ساعديني بس شوي. بترجاكي، لما بيكون واحد من البيت عم يتعب بالشغل لازم تساعديه لحتى تزيدي قوة عقله وقوة إرادته. عم تفهمي علي ما؟ شوف، إذا ضايقتك بالكلام يلي قلته بترجاك تسامحني. رح حط المي بغرفة عمي وجاي فورا. ديف، خليني داويك. فكرت اجي لعندك مشان تربطي لي اياها. بالفترة الأخيرة تعبتك كتير، عم بعتمد عليكي بكل شي. شايفة؟ هالفترة ما عم بقدر أعمل شيء من دونك أنتي. هداك الولد اللي رحت مشان تعطيه دروس طلع أبوه بيشتغل معي بالمكتب، وأنا السبب باللي صار. لا آرتي، الحق مو عليكي أبدا، ولا الحق على الناس اللي مواثقين بشغلي. برأيهم أنا مخرجي أعطي دروس بس لأني غني. بالنهاية هذا رأيهم هن. آرتي ليكي، أنا تضايقت كتير لأني حسيت أني أحرجتك، وهذا الإحراج كان كله بسببي أنا. مجرد التفكير بالقصة بخليني أتضايق، وأكيد بيوم من الأيام رح تنكشف الحقيقة أني أنا عاطل عن العمل. وقتها شلون أنتي رح تواجهي الناس والمجتمع؟ عن جد أنا عم حس أنه وجودي مثل عدمه. آرتي، أنا حاسس حالي ماني فاعل بالمجتمع ولا إلي فايدة. إحساسي مانو سهل. قديش سهل عليك تحكي هالحكي، ما هيك ديف؟ بس يا ترى أنت بتعرف الحقيقة؟ الحقيقة إنك أنت الوحيد اللي واقف جنبي شو ما كانت الظروف، عطول بتساعدني. ومع إنه النجاح المهني مهم بالحياة، بس رجاءً رجاءً لبقى تقول إنه ما إلك نفع، لأنه الناس يلي ما إلهم نفع هنن اللي ما إلهم أهمية بحياة الناس التانيين. بس أنت بحياتي مهم، ومهم كتير كمان. وأما بالنسبة لمسألة شغلك، فالموضوع هو مسألة وقت. قريباً رح يرتمي النجاح عند رجليك، وكل الناس رح تشوف هالشي. هيك أنا شايفة.
بتعرف ديف شو هو أهم شي فيك؟ إنك شخص منيح كتير وقلبك طيب كتير، مشان هيك أنا فخورة فيك كتير وبشرفني إني زوجتك وشريكة حياتك. آخ ممتاز، وهلأ الحليب بيغلي. يا الله شو الحل؟ جوجنو راح على الضيعة، وبس أنت يا حرام مريضة كتير، ولسه في عندي شغل لفوق راسي. وهلأ آرتي بتنزل على المطبخ لحتى تساوي فطور، وبدها تروح على شغلة بعدين. طيب ليش أنا ما بساوي الفطور عنا اليوم؟ مسكيني آرتي عم تتعب كل يوم وعم تساوي كل شي بهالبيت لحالها، واليوم كمان ما في حدا يساعدها. لهيك هلأ أنا بساوي شاي للكل، وبعدين برجع وبعمل الأكل لوقتها بيكون غلى الحليب مشان الحلو. إيه رح وطي تحته مشان ما يغلي ويفور. إيه يلا يا رب. هاي حضرنا شاي للكل، وهلأ رح ورجيكي يا سنتوشي لشوف كيف رح تقدري تزبطي. رح ساوي لك ليلة ما تنسيها بحياتك.